أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة على شاشة أكسترا نيوز لآخر تطورات انتخاب الرئاسة الأمريكية. مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز في السباق، حيث تمكن من زيادة الفارق الذي يتقدم به على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، وحقيقة أنهم ولايتين حاسمتين. بالرغم من سعي الجمهوريين بحزبهم لجمع 60 مليون دولار لتمويل دعاوى قانونية تطعن على النتائج، مع اقتراب بايدن من النصر، قال مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يلقي خطابا للشعب الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد تكون تلك هي تصريحات خطاب النصر. هذا وأعلن مركز إدسن للأبحاث أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا ب 6737 صوتا بعد فرز حوالي 98% من الأصوات. لننظر إلى المواضيع بنظرة شمولية أكثر وأكثر اتساعا، ومن قلب الحدث اسمحوا لي أن أرحب بزميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز وتحديدا من نيويورك. ياسر، في البداية برحب بك. أهلا بك ندى وبالسادة المشاهدين. طيب، مستجدات الأوضاع المتعلقة بهذا الماراثون الانتخابي لديك ياسر، تفضل. كما أسلفت ندى، هناك يعني حملات لتجميع أكثر من 60 مليون دولار أمريكي لحملات أو الدعاوي التي سوف يقوم بها دونالد ترامب ضد جو بايدن في الولايات المتأرجحة والولايات التي شككت فيها في حملاته الكثيرة مثل ويسكونسن وبنسلفانيا وباقي هذه الولايات. الوضع الآن ليس بالجيد على الإطلاق ندى بالنسبة لدونالد ترامب، حتى أن أصدقائه يعني إذا صح التعبير ينفضوا من حوله. الآن الرئيس البرازيلي اليوم قال منذ ساعات أن دونالد ترامب ليس هو الصديق المناسب، وحتى كبير مستشاري الاقتصاديين بالنسبة لدونالد ترامب أيضا عندما سئل في مؤتمر أنه كيف ستؤول الأوضاع، قال أن إذا خسر دونالد ترامب سوف تقدم السلطة وتنتقل بطريقة سلمية. اجعليني أقول لك الآن ندى، في بنسلفانيا هناك ما يقرب من 40,000 صوت لم يتم عدهم بعد. البريد مشكلة كبيرة في جميع الولايات، لأن هذه التقنية البريد وإن كانت مستخدمة في السابق، ولكن هذه المرة وهذه الانتخابات كبيرة للغاية. هناك دعاوى كثيرة سوف تقدم من حملة دونالد ترامب، وقد قدموا بالأمس سيدة كبيرة في السن، وقالوا أن هذه السيدة عندما دخلت إلى لجنة الانتخاب فوجئت بأن شخص آخر قد قام بالتصويت بدلا عنها. هذه الانتخابات ندى طيب وصلت ياسر إلى بحديثك أكبر معدل عن لها منذ صحيح ياسر بحديثك عن الدعاوى القضائية التي ينوي دونالد ترامب أن يرفعها في بعض الولايات، يعني بطبع دائما ما يتحدث دونالد ترامب عن هذه الدعاوى، هل تلقى بصدى في الشارع لديك في نيويورك؟ بالطبع المؤيدين لدونالد ترامب يؤيدوا هذه الفكرة، وإن كان أصبح الشعب الأمريكي بصفة عامة يعني يتأزم ويتأذى من استمرار هذا المسلسل، وكيف أن الأمور تصل إلى هذا الحد من التراشق، وكيف أن دونالد ترامب الذي يقول على الملأ أن هناك يعني وصلت الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية لشكل كبير من التزوير. الولايات المتحدة الأمريكية بلد الديمقراطية يقال على أرضها، ومن الرئيس الأمريكي هذه الكلمات، كان ذلك وقعه سيئا ليس فقط ندى في نيويورك ولكن في جميع الولايات، حتى أن بعض الجمهوريين أنفسهم لم يكن راضين عن هذا الوضع. ما زال دونالد ترامب يحاول جاهدا
أن يفلت مما يعني ستقول له الأمور ويقول وما زال يقول أنني يعني ما زلت على صواب وما وقد قلت لكم أن جو بايدن يسرق أصواتكم. وكما قال بالأمس ندى جولياني أن هؤلاء الديمقراطيين يريدون لا يهتمون بأصواتكم ومثل هذا القبيل. ولكن يعني الأمور الآن بالنسبة للشعب الأمريكي ليس على سعادة على الإطلاق ولا وفاق بما يحدث حوله من تأجيج هذه الأمور ولا يعلم إلى أين ستنتهي ياسر. بالأمس كانت هناك تظاهرات في نيويورك وربما رصدتها حيث أنت ياسر، اليوم أرى الصورة من خلفك، هناك ربما استقرار في المشهد بشكل كبير، كيف تصف لنا الصورة لديك حتى اللحظة ياسر؟ تفضل. نعم ندى، أنا أقف في نيويورك يعني ولاية كبيرة جدا، أنا أقف في مكان واحد ولكن المظاهرات قد تنطلق بين يعني ثانية وأخرى، وأنا بعيد تقريبا عن ميدان تايمز سكوير والذي يعني تنطلق منه أغلب المظاهرات أو ميدان يونيون سكوير، ولكن الأمور كما تفضلتي الأمور هادئة إلى إشعار آخر. نعم ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك، أنا بشكرك جزيل الشكر.